امر وارد حدوثه يعني، مش مفاجأة. لكن في نفس الوقت لازم تكون انت ناسي خالص اللي حصل في المباراة الاولى، وتركز على ان المباراة الجاية دي هي اول مواجهة ليك مع الترجي، وهي مواجهة وحيدة حاسمة في التأهل للمباراة النهائية. نتمنى للنادي الاهلي كل التوفيق. خليني سريعا اروح لزميلي العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الاهلي والمتواجد في هذه اللحظات بمطار القاهرة الدولي وفي لحظات وصول فريق الترجي التونسي والبعثة بالكامل. يا فاروق مساء الخير. أمير كل التحية ليك أمير، وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. أهلا بك يا فاروق، يعني قول لنا كواليس أكتر بخصوص استقبال الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لبعثة الترجي التونسي ورئيس الترجي التونسي اللي هو بالطبع كمان رئيس بعثة الفريق. إيه الكواليس عندك وإيه الأجواء؟ يعني انا عايز اخد من كلامك يا امير ان احنا نقفل خالص صفحه اللقاء الاول. طبعا زي ما انت قلت خلاص صفحه وانتهت، لكن الامور اللي احنا بنتكلم عليها امور بعيده تماما عن ال 90 دقيقه، بعيده تماما عن ال 180 دقيقه، هي العلاقه اللي بتجمع ما بين النادي الاهلي والنادي الترجي التونسي. طبعا كان الاستاذ حمدي المؤدب رئيس مجلس اداره نادي الترجي التونسي كان في استقبال فريق النادي الاهلي في المباراه الاولى في قرطاج. الامر بيتكرر النهارده، الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كان حريص انه يكون متواجد مع فريق مع السفير التونسي في استقبال الفريق الترجي التونسي في مطار القاهره. عايز اقول لك يا امير انها امور يعني زي ما فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي قال ان عام 2021 هو عام يعني في اتفاقيات وتوأمات خاصه في الارث التاريخي او الحضاري ما بين الشعب المصري والشعب التونسي. بالظبط. وايضا بالزبط. دور النادي الاهلي انه بيسير على نهج الدوله المصريه طبعاً. في تعميق هذا الامر وعلاقتنا مع اخواننا في تونس، يعني اخواننا في الترجي التونسي. كابتن محمود الخطيب كان حريص النهارده انه يكون موجود في مشهد يعني لقى استحسان جماهير تونس او الجماهير البعثه الاعلاميه المصاحبه لفريق الترجي التونسي اللي كانوا حريصين على الاشاده بهذه هذا المشهد. ايضا الاستاذ حمدي المؤدب رئيس مجلس الاداره ثمن هذا الامر وكان سعيد جدا في حديثه مع معالي سفير تونس اللي كان ايضا متواجد انه يستقبل الفريق، وكان حريص وكان سعيد جدا السفير التونسي في وجود الكابتن محمود الخطيب وحديث جمع ما بينه وما بين الكابتن محمود الخطيب، يعني اتكلم على هذا الامر وعلى عمق العلاقه التاريخيه اللي بتجمع ما بين الشعب المصري والشعب التونسي، وقال ان الشعب المصري والشعب التونسي هما الاثنين يعني بتجمعهم امور خاصه على الجانب الحضاري على الجانب الفني على الجانب الارث التراث او الامور كتير جدا. هي اتفاقيات طبعا بنسير عليها وبيسير عليها النادي الاهلي زي ما فخامه الرئيس امير قلنا انها دعوه، وعام 2021 هو عام التآخي وعام الاتفاقيات والارث الحضاري ما بين الشعب المصري والشعب التونسي. عايز اقول لك نقطه مهمه ايضا يا امير، فريق الترجي التونسي بيفرض حظر اعلامي تام على اللاعبين، يعني معين الشعباني الرئيس او المدير الفني للفريق كنت بتكلم معاه قال لي انا فرضين حظر اعلامي منذ خروج الفريق من تونس وحتى الوصول الى القاهره، حظر اعلامي. احنا بنحاول يعني قدرت اخد منه بعض التصريحات يا امير، قال خلاص نسيت المباراه الاولى، احنا داخلين مباراه ثانيه، واحنا دايما مبارياتنا مع النادي الاهلي بتبقى مباراه في المباراه الاولى، المباراه الثانيه هيبقى بنسبه كبيره اللي بتحسم من خلالها. طبعا انت يا امير انت عارف سيناريو لقاءات الاهلي والترجي، ويعني مهم جدا الاتجاه اللي انت رحت ليه ان كلنا ننسى مباراه الفوز على الترجي في المباراه الاولى، احنا داخلين مباراه ثانيه. وعايز اقول لك ان ده كانت بدايه التحضير للمباراه دي يا امير، كانت مع نهايه صافره حكم اللقاء فيكتور جوميز ودور كباتن النادي الاهلي سواء محمد الشناوي سواء ايمن اشرف سواء وليد سليمان ورامي ربيعه سعد سمير اللي كانوا من اللحظه دي امير بيبداوا الاعداد للمباراه الثانيه. المشهد هنا امير في مطار القاهره، ايضا انا عايز برضو اشيد بدور يعني القيادات الامنيه الموجوده وسرعه تيسير الامور اللي تمت وانهاء اجراءات فريق الترجي التونسي، هو نفس الامور اللي بيلقاها النادي الاهلي خارجيا اللي لم يكن كمان بيبقى فيه روح من الود من مسؤول النادي الاهلي والمسؤولين سواء هنا في جمهوريه مصر العربيه. يعني دايما بنقول يا امير ان مصر هي قلب العروبه وامور كتير جدا في ثواني معدوده تم الانتهاء من اجراءات فريق الترجي التونسي. في الوقت اللي بكلمك فيه استقال الفريق الباص الخاص بفريق الترجي التونسي وايضا الاستاذ حمدي المؤدب والجهاز الفني، وفي يعني بيتوجه الان الى الفندق الاقامه اللي هيقيم فيه فريق الترجي التونسي.
برضو يا امير برضو عشان احطك في الصوره اكتر، فريق الترجي التونسي هيبقى موجود غدا ان شاء الله، هيؤدي مرانه في تمام الساعه، هيبقى في مؤتمر صحفي بيجمع ما بين طبعا النادي الاهلي والمدير الفني مستر بيتسو موسيماني ومعين الشعباني، هيكون في تمام الساعه الثامنه في استاد الاهلي والسلامة، ثم هيبقى التمرين الاساسي لفريق الترجي التونسي اللي هيكون في توقيت المباراه بتمام الساعه التاسعه، يعني هيبقى مؤتمر بيتسو موسيماني ومؤتمر معين الشعباني، مؤتمر بيتسو مستر بيتسو موسيماني هيكون في تمام الساعه الثامنه، مؤتمر معين الشعباني المدير الفني هيكون في تمام الساعه الثامنه والنصف، ثم المران الرئيسي لفريق الترجي التونسي اللي هيكون في تمام الساعه التاسعه. تمام، دي امور كلها مهمه، لكن اكيد يا فاروق من خلال تواجدك في المطار وقربك من لاعبي الترجي التونسي اكيد لاحظت الجديه والتركيز عليهم، ولاحظت ان هم اكيد عندهم يعني دوافع كبيره جدا لتعويض نتيجه المباراه الاولى، وده امر لازم ناكد عليه. انت شفت ازاي تعبيرات وشهم، شفت ازاي يعني الجديه اللي واضحه كانت عليهم من خلال اللقطات اللي انا شفتها وعرضناها من خلال شاشه قناه الاهلي؟ يعني انا برضو يعني مش هزيد على الكلام اللي انت قلته امير، بس يعني في بعض اللاعبين، وعشان اكون صادق معاك واحنا بننقل النشب بكل مصداقيه للجمهور، في بعض اللاعبين يعني تبين عليهم الحزن من نتيجه اللقاء الاول. تمام، واعتقد النهارده وبكره دور معين الشعباني في الناحيه النفسيه للاعبين، لان واضح في تاثر من اللاعبين وتاثر ايضا من البعثه المرافقه لفريق الترجي التونسي. يعني بعض افراد البعثه الاعلاميه المرافقه للترجي التونسي مش نفس اللهجه اللي كانت معتاده في اللقاءات اللي قبل كده، لا قال لك اللقاء هنا صعب جدا، فرص النادي الاهلي اكبر. برضو احنا مش عايزين احنا لا ننخدع ابدا بمثل يعني هذه التصريحات ومثل هذه يعني الامور ومثل هذه التعبيرات، احنا متاكدين يا فاروق كويس جدا جدا ان فريق الترجي التونسي عنده امال كبيره، أمال كبيرة في الفوز على النادي الأهلي والتأهل، وأكيد عندهم دوافع وأكيد مجهزين نفسهم بشكل كويس، وأكبر دليل على الجزئية دي إن هم ما جوش حتى بدري، هم أخروا الوصول للقاهرة تقريبا 24 ساعة، لأن كان واضح إن في تركيز على جوانب تكتيكية وفنية كبيرة جدا بعيد عن أعين الجماهير المصرية والإعلام المصري هناك في تونس، وده كان أمر مهم من خلال معين الشعباني ركز عليه بشكل كبير جدا. فبالتالي هم جم قبل تقريبا 48 ساعة من المباراة، عندهم مران واحد بس بكرة على استاد الأهلي والسلام، والمباراة بعد بكرة، فده إن دل يدل على مدى التركيز الكبير اللي هم موجودين فيه، وإحنا لازم نكون واخدين بالنا من جزئية مهمة قوي زي دي. مطلوب مننا يا فاروق إن إحنا نكون ناسيين المباراة الأولى ونلعب المباراة الثانية على إن هي مباراة وحيدة مؤهلة للمباراة النهائية بإذن الله تعالى. نفس سياق الكلام اللي انت بتقوله، لذلك احنا برضه مش عايزين ننخدع بمثل هذه التصريحات، وايضا التعبيرات من كل اللاعبين، لان فريق الترجي فريق كبير، فريق طبعا طبعا واحد من الفرق الكبرى في القاره استمراء، دايما مباريات شمال افريقيا امير انت عارفها وعارف طبعها، وانت يعني عشت كتير من الاجواء، المباراه الاولى بتتنسي تماما، المباراه الثانيه بيبقى ليها اعداد ثاني، والنتيجه قريبه امير، يعني نتيجه 1-0 نتيجه قريبه جدا. لازم احنا برضو كجماهير النادي الاهلي ننسى خالص اللاعبين، ايضا بتنسى اللقاء الاول، مباراه ثانيه خالص 90 دقيقه ثانيه، كل التوفيق فيها ان شاء الله لفريق النادي الاهلي. لكن الاهم امير والنقطه الاهم واللي من خلالك ومن خلال قناه النادي الاهلي، عمق العلاقه اللي بتجمع ما بين النادي الاهلي نادي الترجي الشعب المصري الشعب التونسي، لان ما يبقى بعد ال 90 دقيقه او بعد ال 180 دقيقه هو ده الاهم يعني. بالظبط يا فاروق، انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي والمتواجد حاليا في مطار القاهره الدولي عشان يقول لنا كل الكواليس الخاصه باستقبال بعثه الترجي، وكان في مقدمه المسؤولين الاهلاويه.